مشاهدينا الأكارم، أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة في برنامج المراقب من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. سأكون معكم خلال هذه الحلقة أنا أحمد بشتو. نناقش في ملفاتنا هذه الليلة: بعد الإعلان عن إعانات البطالة الأمريكية، الفيدرالي يرغب في سوق عمل ضعيف وبطالة أكبر من أجل تحقيق ركود ناعم. لأول مرة منذ الأزمة المالية، ارتفاع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا. ولرفع إنتاجه من الغاز، العراق يعتزم طرح تراخيص جديدة ل13 حقل غاز ونفط. ونبدأ بالعلاقات الصينية الأمريكية، حيث بدأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن زيارة إلى بكين بهدف تعزيز التواصل بين البلدين وتهدئة العلاقات في ظل التوتر المتزايد بين أكبر اقتصادين في العالم. وتستمر زيارة يلن إلى بكين حتى يوم الأحد المقبل، وتعد الأولى التي تقوم بها يلن إلى الصين منذ تعيينها في منصبها. وأفادت وزيرة الخزانة بأنه من المقرر أن تشمل الزيارة تعزيز التفاهم بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات اقتصادية متعددة، فضلا عن قضايا المناخ وأزمة الديون في الدول الناشئة والنامية. نبقى إذن مع الشأن الأمريكي في ملفنا الأول، حيث صدرت بيانات إعانات البطالة الأمريكية التي من شأنها أن توفر مزيدا من الإشارات حول خطوات الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن السياسة النقدية وأيضا عن مدى قوة سوق العمل. جاءت البيانات هذه المرة متوافقة مع رؤية الفيدرالي، والذي يرغب في سوق عمل ضعيف وبطالة أكبر لتحقيق ركود ناعم ومن ثم إلى انخفاض التضخم. وقد سجلت معدلات البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعا في 4 أسابيع لتصل إلى أكثر من 253 ألف طلب. لمناقشة هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المهندس مجدي وهبة، الاستشاري في الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية. مهندس مجدي، مؤشرات البطالة الأسبوعية الأمريكية يعني متغيرة بشكل كبير، وقتية إلى حد كبير، هل يمكن الاعتماد عليها في وضع سياسات مالية طويلة الأمد كمثلا خفض أسعار الفائدة؟ يعني لو تسمح لي أولا شكرا على الاستضافة، لكن هو في لو نلاحظ أن النظام في الولايات المتحدة بيعتمد البنك الفيدرالي ان هو يعني لو قلناها باللغه الدارجه انه يلعب بسعر الذهب والدولار، ممكن ده بيسبب ازمات لدول زينا، لكن هو في الناحيه دي بيبقى هو مستفيد اكتر. ويمكن لو ما عندهم حاجه كويسه ولو جه وقت اتكلم عننا في مصر، هم عندهم الاي دي بي او الامريكان بروفايدر اوف اتش ار مانجمنت، يعني عندهم جهاز لمؤشرات سوق العمل وليه موبايل ابلكيشن، وهو يبتدي منها يحدد. لو تلاحظ حضرتك في البيان اللي طلع النهارده، هو قال لك ما عدا القطاع الزراعي. يعني القطاع الزراعي لان ده مرتبط بالانتاج من المحاصيل بتعتمد عليها الولايات المتحده، ودي بتوفر له الاستيراد، فدي ما بيحطش عليها شروط. لكن تلاقي هو بيشجع الموضوع الثاني اللي هو اعانات البطاله، لان دي بتقلل له من التضخم، بتقلل من القوه الشرائيه. لدرجة أنا امبارح كنت بتكلم مع ناس يعني في الولايات المتحدة أصدقاء، وعلى مستوى شخصي بنتي عايشة هناك مثلا، بيقولوا لي إن دلوقتي بتلاقي مثلا إن أنت تلاقي كاشير بيبقى صعب قوي، وثمن الساعة بتاعته أعلى
من واحد مثلا موظف في بنك. ليه بقى؟ لان هو ويقلص العماله، فتلاقي مثلا الريستوران او المطعم زي عندنا هنا في 4 5 هو واحد هناك. لدرجه كنت قاعد مع حد قال لي لا انت لو قاعد في امريكا مش هتقعد، ما مش هتتعصب كده، انت لازم تستنى وتصبر. فانا ما اقدرش اخد المؤشر ده لشيء ينطبق علينا، لكن طبعا هو عنده يعني البيان اللي طلع النهارده لما بتيجي البيانات سلبيه ده بيحفز البنك الفيدرالي انه على التهدئه باعتبارها انها علامه تباطؤ للاقتصاد ويؤدي لانخفاض التضخم. ربما مهندس مجدي يعني خصوصية التوقيت، يعني كان دائما ينظر لمعدلات البطالة على أنها مؤشرات سلبية تؤثر على أسواق المال الأمريكية، لكن هذه المرة الفيدرالي الأمريكي يستخدم أداة ربما دقيقة جدا، أن يكون هناك سوق عمل ضعيف، بطالة أكثر، فبالتالي يهرب من فكرة الركود المحتمل. بالضبط كده، يعني هو بيقدر لو قلنا برضو يعني هم عندهم استراتيجي بدون شك، استراتيجي وبالتالي في بلاننج، في خطه بيشتغل عليها. انت لو تلاحظ دلوقتي مثلا الهوت ماني اللي كانت في العالم كله بتروح ناحيه امريكا، حتى من منطقه الخليج من السعوديه، عشان كده يمكن في دول دلوقتي ابتدت تلجا لاستثمارات ضخمه جدا زي السعوديه انها وتبتدي حاجه هتاخد فوائدها على سنين طويلة قدام. نعم. فهو طبعا يعني أنا اللي عاوز أوصل ليه، هو بالنسبة له هو كويس مستريح كده. وبرضه خلي بالك، لكن يبقى السؤال مهندس مجدي، إلى أي مدى مثل هذه الأدوات يمكن أن تكون دقيقة لاتخاذ قرارات تأخذ توقيتا أطول كرفع أو خفض أسعار الفائدة؟ هو عارف حضرتك إيه، أنا بطول مدة العملية الجراحية بدل ما اعمل اجراء وقائي جامد حاليا ياثر على التضخم وبالتالي على الاسعار والاجور ومستويات المعيشه، هو بيحاول يمتصها ببطء. ودي بقى انت عارف حضرتك دلوقتي هو عنده ازمه في الدين الداخلي وابتدى يعيد جدولتها. ممكن هو ده كدوله كبرى وممكن يعني انا مثلا في بيطبع دولارات، ما هو كل الاعانات دي واعانات الكورونا والحاجات دي كلها، دي يمكن الجزء اللي هو بيقدر يشتغل عليه. نعم. لو احنا بقى احنا بنشوف بنراقب ما يحدث عندنا في مصر، احنا عندنا مشكله ويمكن احنا اشتغلنا عليها فتره ووزاره التخطيط شغاله عليها، معلومات سوق العمل. احنا ما عندناش نظام اللي هو بالانجلش لو تسمح لي اقول اللفظ ليبر ماركت انفورميشن سيستم، مش ليبر ماركت سيستم، ليبر ماركت انفورميشن سيستم. نعم. والهدف منه التخطيط، هو ده اللي بيستخدمه البرنامج عنده الاي دي بي اللي هناك ده، هو اللي بيقدر يستخدمه، ده بيديله معلومات صحيحه. طيب في المعلومات الامريكيه ايضا مهندس مجدي تم تسجيل 8 حالات افلاس خلال الاسبوع الماضي، وصل عدد حالات الإفلاس في الولايات المتحدة إلى 41 حالة منذ بداية هذا العام. إلى أي مدى هذه المؤشرات ربما تعطي للفيدرالي الأمريكي إشارات عكسية عكس ما هو يسير الآن؟ يعني هو برضو حضرتك تتبعنا على مدى التحمل، يعني ممكن الشركات دي زي ما شفت حضرتك البنك بتاع السيليكون فالي، احنا ما بدناش نسمع عن الموضوع لأن هو حول الديون دي وإفلاس البنك لبنوك أخرى، وزعها على البنوك الأخرى وهي بتشيل المسؤولية دي. لكن طبعا هو مش هيقدر يستمر فترة طويلة على كده، مش هيقدر، لازم هيجي وقت. يمكن حضرتك احنا مش عاوز نعمل مقارنات مع الوضع عندنا، لكن بتيجي وقت انت لا انت عاوز بقى ترفع أسعار. هو دلوقتي أسعار الوقود رجعت هناك معتدلة، هو اللي بيتحملها. ممكن بقى يجي في وقت بقى لا يبتدي بقى يرفع الاسعار دي. وانت حضرتك لو متتبع للقطاع الصحي في امريكا، القطاع الصحي ده في امريكا شال الدعم بتاع كورونا اللي كانت كلها فري وكان بيدي الكيس والحاجات دي، لا دلوقتي لو حد عاوز يعمل، لان ما زالوا في بعض مثلا
لما بيكون في تريننج او تجمعات بيحتاج الشهاده دي بتعملها على حسابك بحوالي $150. وهذا في اطار تقليص الديون الامريكيه، لكن هذا لا ينفي ان ديون الشركات المتعثره في الولايات المتحده الان سجلت 10 مليارات دولار، وهذا رقم ضخم في هذا التوقيت. على اي حال اشكرك جزيل الشكر ضيفنا من القاهره المهندس مجدي وهبه الاستشاري في الاتحاد الاوروبي ومنظمه العمل الدوليه، شكرا جزيلا لك. إلى ملف آخر، في ملف مجموعة الدول السبع، حيث سجلت معدلات التضخم تباطؤا لتصل إلى 6.5% في شهر مايو الماضي، في حين سجلت ألمانيا العضو في المجموعة معدلات تعد الأعلى بين الدول السبع. نتابع ذلك في العرض التالي. وللتحليل والنقاش ينضم إلينا من دبي كبير الاستراتيجيين في الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة بي دي سويس الأستاذ مازن سلهب. أستاذ مازن، نسبة التباطؤ ربما أو تضخم تباطأت إلى حد كبير حتى وصلت إلى 6.5%، هل هذا خبر جيد؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. حقيقة هي سلاح ذو حدين، لأن تراجع التضخم هو شيء إيجابي عموما للاقتصاد عموما وللمستهلكين بأي اقتصاد في العالم وللبنك المركزي، لأنه يريح البنك المركزي في السياسات النقدية. لكن على الجانب الآخر، إذا كان هذا التراجع في التضخم مرتبطا بتراجع الأسعار بسبب الانكماش، فهذه هي المشكلة الحقيقية. نحن لا نريد أن يبقى التضخم مرتفعا عموما، لأنه يسيء، لأن التضخم هو حقيقة هو أسوأ ما يمكن أن يجري لأي اقتصاد في العالم. هو أسوأ من الركود حقيقة، وفي تغيير بأساسيات الاقتصاد وفي بنية الاقتصاد إذا كان هناك من تضخم مرتفع ومستمر. ولكن المشكلة الآن أنه ربما قد يجبر الاقتصاد في هذه الاقتصاديات الكبرى في ألمانيا وأوروبا وحتى في بريطانيا، يتم إجباره على الركود والانكماش حتى يتم ضبط إيقاع التضخم. هناك نقطة جدلية، لماذا البنوك المركزية تصر على 2% كمعدل للتضخم كهدف في هذه الاقتصاديات الكبرى بما فيها الفدرالي؟ وأعتقد أنه ليس هناك من أحد من يجيب على هذا السؤال على الأقل حاليا، وهذه أسئلة تم طرحها من كبار الاقتصاديين في العالم، ربما هم يأخذونها على معايير تاريخية تتناسب مع الاستهلاك. يعني هذه النسبة مقررة في مقررات الاتحاد الأوروبي ألا تزيد نسبة التضخم في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي عن 2%، لكن الإشكال الآن أن هناك بون شاسع جدا في نسب التضخم الموجودة حاليا، يعني 3% في اليونان تقريبا وقرب 20% في المجر، يعني هذه النسب المتباينة كثيرا تؤكد أن الحل لم نصل إليه بشكل كبير. أعتقد أننا يعني ليس فقط لم نصل إليه ولن نصل إليه، لأن البنك المركزي ما يفعله حاليا ربما هو يراهن على أن الوقت كفيل بأن يجعل هذا التضخم يتراجع. وهذا جواب لسؤالك حقيقة، لأن اليوم هذه التباينات الكبرى في منطقة اليورو خصوصا تجعل من مهمة البنك المركزي عند 2% معقد وغاية في التعقيد. هو ربما بناها في يوم ما بناها على توقعات اقتصادية، لأن الاقتصاديات الكبرى في أوروبا متقاربة، ولكن عندما دخلت هذه الدول الجديدة في الاتحاد الأوروبي تغيرت المعطيات. لابد أن يكون هناك مزيد من المرونة أعتقد شخصيا في تحديد الأهداف التضخم تاريخيا بناء على المعايير الجغرافية والبشرية والديموغرافية. وبالتالي جوابا لسؤالك، لا أعتقد أننا سوف نصل إلى 2% خلال الفترة المحددة، وحتى أننا لن نصل لديها ربما بال 2024. من المستبعد أن نصل إلا إلى 2% في دول لها معدلات تضخم 10 أو 12% حتى لو تراجعت أسعار الطاقة. لكن على الأقل يعني قطار ارتفاع نسب التضخم يعود نسبيا إلى الوراء الآن، يعني كنا وصلنا إلى فوق مستوى 10%، الآن نحن في منتصف الطريق إلى 2%، فبالتالي
هل يمكن أن توجد عوامل قد تعيد مرة أخرى نسب التضخم إلى الارتفاع، أم أن الأمر صار يعني أكثر تحكما فيه هذه الأيام؟ فعلا هذا سؤال مهم جدا، لأن التراجع اللي صار في التضخم هو مرتبط بتراجع أسعار الطاقة وأسعار الغاز عالميا، وأيضا التراجع في تكلفة سلاسل الإمداد والشحن العالمي بشكل أو بآخر. ولكن المشكلة الآن أنه التراجع أوكي يحصل، ولكن هذا التراجع ربما هو يكون بطيء، وبالتالي ربما في المرحلة القادمة ربما ليست هناك الكثير من الأدوات الكثيرة التي يلجأ لها البنك المركزي والحكومات عموما إلا أن تقوم برفع الفائدة، أو على الأقل أن تستقر الفائدة مرتفعة حتى تكبح جماح التضخم وتكبح مشتريات السيولة في الأسواق، على اعتبار أنه السيولة التي أتت بسبب الأزمة العالمية والجائحة العالمية لم تخرج من النظام النقدي عموما بشكل أو بآخر. ربما مع تراجع أسعار الطاقة، ربما في الفترة القادمة النفط أيضا أكثر، ربما هذا يساعد لأنه بشكل جزئي، ولكن يوم التكلفة العمالة مهمة جدا، هذه لن تتراجع ربما بسهولة. وبالتالي أعتقد نحن الآن في المنتصف، هناك عوامل تساعد في إبقاء التضخم مرتفع وعوامل تساعد في إبقاء التضخم متراجع، وبالتالي حتى نصل إلى صيغة قد نحتاج إلى عام أو عام ونصف، ربما في منتصف 2000 القادم أو نهاية العام القادم ربما قد نصل، ولكن ليس في جميع الاقتصاديات. معنى ذلك أننا أمام عام قادم ربما أو أشهر قادمة من التشدد النقدي الأوروبي؟ أعتقد بأن الـ ECB لن يتوقف عن رفع الفائدة حتى لو أن الاقتصاديات الكبرى وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا دخلت في ركود، لن يتوقف. هناك نقطة مهمة، يجب على البنك المركزي أن يكون حاسما في قراراته، وليس أن يكون البنك المركزي الأوروبي تقصد مع الوضع الحالي في الوقت الحالي. صحيح، البنك المركزي على خلاف الفدرال الأمريكي الذي يحاول أن يهدئ من العجلة. أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي لن يتوقف عن رفع الفائدة، وسوف تعود فائدة لمستويات قياسية كما كانت عليها قبل بداية الأزمة المالية العالمية في 2007-2008. هذا سوف يجبر الاقتصاد على ركود. التحدي الآن، هل هذا الركود سوف يكون قاسي أو لا؟ ربما الأيام سوف تكون حاكمة على هذا الموضوع، ولكن أعتقد شخصيا ربما هذه الوسيلة الوحيدة في الوقت الحالي. لن نصل لديها ربما ليس قبل منتصف العام القادم. ربما هناك تحذيرات من وكالة الطاقة الدولية أستاذ مازن بارتفاع أسعار الطاقة في العام المقبل مع الشتاء المقبل تحديدا، فبالتالي هذه النسبة نسبة 6.5% حاليا يعني نسبة متأرجحة قد تشهد ارتفاعا. صحيح، لأنه اليوم الحقيقة في نقطة مهمة، إذا ارتفعت أسعار الطاقة مجددا هذا سوف يكون تحدي كبير. صح أن أسعار الطاقة لا تشكل الجزء الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين عموما، بينما الإسكان يشكل الجزء الأكبر، ولكن أسعار الطاقة تشكل نسبة لا تقل عن 10-12%، وارتفاع الطاقة سوف يؤدي إلى ارتفاع النقل وارتفاع الغذاء مرة أخرى. فإذن هذا أيضا هو تحدي كبير. أعتقد ربما قد تكون هناك مبالغة في تقديرات الطاقة الدولية، لأننا نعتقد بأنه المرحلة القادمة إذا لم تكن مرهونة بنمو وخاصة في الصين لن نرى ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة، قد نرى استقرارا دون مكاسب قوية. أستاذ مازن، على مستوى الدول الصناعية السبع الكبرى يعني هناك أيضا تباينات، وهناك أيضا رؤى كثيرة خاصة بلجم هذه النسبة من التضخم الحالي، وهناك في المؤشرات السلبية إفلاسات كثيرة، ديون معدومة أكثر في الفترة الحالية خاصة في قطاعات التأمين مثلا والتي تعاني أوروبيا على الأقل، فبالتالي ما زلنا في بداية الطريق للوصول إلى تهدئة الاقتصاد العالمي وخاصة في دول السبع من أزمات كثيرة مر بها. صحيح، الواضح أن السايكل يعني الدورة الاقتصادية عموما والتي تشمل دورة رفع الفائدة لم تنتهي بعد بالوقت الحالي، قد نكون ربما انتهينا من دورة رفع الفائدة أو على قرب من النهاية، ولكن هذه الدورة الاقتصادية التي بدأت ربما في آخر عامين لن تنتهي بهذه السهولة. اليوم النظام النقدي العالمي والنظام الاقتصادي عموما عندما تحدث فيه أزمات لا يمكن إصلاحها بسرعة، والأزمة لا تحدث خلال شهر أو شهرين، هذا ما تعلمناه في التاريخ، وهذا ما تعلمناه من الأزمة المالية العالمية عندما حصلت في 2008. بالمناسبة كانت الأرقام الاقتصادية بدأت بالتداعي منذ عام 2006. أنا لا أقول أن هناك أزمة ربما قوية سوف تحصل أبدا، ولكن هذه كلها إشارات تدعونا إلى التفكير وإلى الاعتقاد بأنه النصف الثاني من هذا العام قد لا يشابه النصف الأول، وبأن الطريق إلى التعافي الكامل خلينا نحكي أو على الأقل الاستقرار لن يكون سهلا. إذا لم تحدث إفلاسات كبرى، وأنا أراهن على إفلاسات كبرى، ربما هذه قد لا تحدث خاصة في أمريكا، ربما ما حدث من إفلاسات ربما كان متوقعا، قد ننجو من عملية هارد لاندينج أو من عملية سقوط قوي أو ركود قوي ربما في 2024. أعتقد المؤشرات الآن ما تزال إلى حد ما جيدة أو ليست جيدة ليست سيئة بالمطلق،
قد تنجينا من عملية ركود قاسي في أمريكا، خصوصا لأن الاقتصاد الأمريكي يؤدي أفضل بكثير من أوروبا وبريطانيا. في أوروبا وبريطانيا، بريطانيا أعتقد لم ترى الأسوأ بعد، ولكن في أوروبا الطريق ما زال طويل، الطريق في أوروبا ما زال أطول من أمريكا. طيب أستاذ مازن، إذا وسعنا دائرة النقاش من دول السبع إلى مجموعة العشرين، وهناك دول في مجموعة العشرين كالمملكة السعودية قادرة على أن تؤدي أداء اقتصاديا جيدا بفضل مشاريع كثيرة، بفضل استقرار أسعار النفط، بفضل عوامل كثيرة، فبالتالي يعني هناك ما يمكن أن يكون دعما اقتصاديا ما بين الدول الكبرى في هذه الحالة، أم تعتقد أن ربما دول السبع ستلعب وحيدة ومنفردة في حل أزماتها؟ أعتقد بأن مراكز صناعة القرار ومراكز صناعة النمو، مراكز صناعة النمو الاقتصادي في العالم تتغير تدريجيا خلال العقود الأخيرة. الآن مركز صناعة النمو في العالم انتقل إلى آسيا، ومنها الهند، الصين، والمملكة العربية السعودية والإمارات والكثير من الدول. وبالتالي اليوم المملكة العربية السعودية بما تملكه من القدرة على الإنفاق الكبير والاستقرار في أسعار الطاقة على الأقل حاليا، وبهذه المجتمعات التي تتميز بمستويات عالية من الشباب ومن النمو الاقتصادي لأنها اقتصاديات تنمو وبحاجة إلى الكثير من المشاريع، قد تنجح فعلا في تحقيق النمو. الآن المرحلة التي تمر فيها دول الخليج عموما خاصة في السعودية والإمارات ربما هي مرحلة ذهبية في الوقت الحالي، كان من ناحية استقرار أسعار الطاقة أو النمو المتوقع في هذه الدول. الرهان في المرحلة القادمة سوف يكون على نمو الاقتصاد الهندي ونمو والصين، أن تستعيد الصين تعافيها وتحقق نمو لا يقل عن 5%. لأن اليوم الرهان ليس على القارة الأوروبية حقيقة، والرهان ليس على النمو الأمريكي، لأن حتى أمريكا إذا لم تدخل في ركود لن تنمو بأكثر من 2 أو 2.2 أو 1.8%، بينما نحن نتكلم عن نسبة نمو تصل 7% في الهند و 5% في الصين وربما 5 أو 6% في السعودية. فإذا مراكز صناعة النمو في العالم تغير، ربما هذه الاقتصاديات الناشئة وفي دول آسيا وفي المملكة العربية السعودية والإمارات تكون قادرة على أن تنجي الاقتصاد العالمي من ركود قاسي وبشكل أو بآخر، أو على الأقل توازن، لأن مستويات النمو الكبرى في الهند في الصين قد تخلق نوع من التوازن مع التراجع الموجود في بريطانيا وأوروبا. ضيفنا من دبي كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة بي دي سويس الأستاذ مازن سلهب، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا، شكرا جزيلا. المراقبة إذن مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية، ولكن بعد فاصل قصير فكونوا معنا. إلى المراقب من جديد، أهلا بكم. لا يزال شبح الإفلاس يطارد آلاف الشركات الألمانية على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد من أزمات الطاقة وارتفاع معدلات الفائدة والتضخم. نتابع ذلك في التقرير التالي. كأحد تبعات انزلاق أكبر اقتصاد أوروبي إلى براثن الركود، وكالة الائتمان الألمانية كريديت فورم رصدت ارتفاعا في عدد الشركات الألمانية التي أعلنت إفلاسها في النصف الأول من عام 2023 بسبب أزمة الطاقة والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة. الشركات الكبيرة والمتوسطة شهدت تعثرا قياسيا، حيث زاد عدد الشركات الكبيرة المتعثرة 67%، وكذلك ارتفع معدل الإفلاس بين الشركات المتوسطة الحجم بنسبة 133% على أساس سنوي نتيجة الأعباء الضخمة، في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام. في السياق ذاته، رصد المعهد الاقتصادي الألماني إيفو تراجعا لمؤشر مناخ الأعمال خلال يونيو 2023 للشهر الثاني على التوالي، مسجلا أدنى مستوى منذ نوفمبر عام 2022. كذلك قال بلومبرج في تقرير إن مؤشر توقعات الأعمال في ألمانيا تدهور إلى أدنى مستوى منذ بداية 2023، ما يشير إلى تعاف صعب لأكبر اقتصاد في أوروبا. اقتصاد ألمانيا يواجه ركودا تقنيا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكماشا لربعين ماليين متتاليين امتد من أكتوبر 2022 إلى مارس 2023. أزمة الاقتصاد الألماني
تأتي بعد سنوات من التفوق في الأداء على الاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، لكن اعتمد برلين على الطاقة الروسية وارتفاع فاتورة الدين إلى 1,400,000,000,000 يورو في الربع الأول من عام 2023 دفعها إلى تخلف غير متوقع في تصنيف النمو. للنقاش والتحليل عن إفلاس الشركات الألمانية انضم إلينا من الجزائر الدكتور عثمان عثمانية، أستاذ الاقتصاد في جامعة تبسة. دكتور عثمان، يعني حالات الإفلاس حسب ما أعلن مكتب الإحصاء للاتحاد الألماني سجلت 14,590 شركة، يعني ربما هذا العدد الأكبر منذ الأزمة العالمية في عام 2008، وأكبر من عام 2022 بأكثر من 4.3%. هل هذه أزمة طارئة تعتقد أم أنها نتاج لتعثرات اقتصادية كثيرة سيعاني منها الاقتصاد الألماني لفترة أطول؟ مساء الخير. نعم، فالاقتصاد الألماني والاقتصاد العالمي في الواقع كله يعاني من الاضطرابات كثيرة بعد جائحة كوفيد-19 وارتفاع معدلات التضخم، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي خيمت على العالم وارتفعت جراءها أسعار النفط وأسعار الغذاء، وبالتالي فالاضطرابات الاقتصادية اليوم نشهدها في كل مناطق العالم. والاقتصاد الألماني كاقتصاد قوي، هو رابع أكبر اقتصاد في العالم، يواجه اضطرابات شديدة وهزات عنيفة في الفترة الماضية، وارتفاع حالات العسر المالي بين الشركات الألمانية هو أمر طبيعي، هو نتاج هذا الوضع الاقتصادي الذي تعيش فيه أوروبا والعالم، خاصة أوروبا التي تضررت كثيرا جراء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، وأيضا استجابة المركز الأوروبي برفع أسعار الفائدة في أكثر من مناسبة. كل هذا ينعكس على قطاع الأعمال بالضرورة، ولكن يجب أن نوضح أن هذه النسبة هي 16.2%، اللي هي حالات العسر المالي في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022، بمعنى أن أصلا منذ السنة الماضية حتى تقريبا قبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت هنالك حالات عسر مالي كثيرة جدا في ألمانيا، وهذا أمر طبيعي لأنه ألمانيا كاقتصاد قوي جدا يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حوالي 99.6% من الشركات العاملة في ألمانيا هي شركات متوسطة وصغيرة، وبالتالي فالشركات الكبرى ما زالت إلى غاية اليوم قوية كفاية وهي تصدر بشكل كبير جدا، ورأينا ارتفاع الصادرات خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. صحيح الاقتصاد الألماني هو اليوم في ركود، فالاقتصاد كان قد انكمش بنسبة 0.3% في الفصل الأول من هذه السنة، وهذا الانكماش تبع انكماش ب 0.5% خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، وبالتالي اليوم الاقتصاد الألماني هو في ركود تقني تراجع لفصلين متتاليين، وصندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني خلال هذه السنة ب 0.1%، وهو أضعف معدل بين كل الدول الصناعية المتقدمة. ربما دكتور عثمان، يعني أحد أشكال هذه الأزمة هو حالات الإفلاس التي تعانيها شركات التأمين، والتي تعني أن قطاعات اقتصادية تصنيعية كثيرة ربما تراجع أداؤها، فبالتالي أثرت على قطاع التأمين بشكل كبير فأثر على إفلاس هذه الشركات. بطبيعة الحال فالشركات المؤمنة كما يعرف الجميع لما تفلس فهنالك شركة تأمين تعوض، وهذه الشركات تتضرر لما يكون عدد المفلسين كبيرا جدا بالشكل الذي لا يمكنها أن تغطي متطلبات الإفلاس. وأنا قلت أنه ما يزيد الطين بلة هو أسعار الفائدة المرتفعة. أسعار الفائدة المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في أوروبا في 8 مناسبات متتالية ابتداء من شهر جوان يونيو الماضي. اليوم أسعار الفائدة هي عند حدود 4% بعد أن كانت 0% قبل سنة 2022، وبالتالي فأسعار الفائدة زادت صعوبة الوصول إلى التمويل لهذه الشركات
وبالتالي فأنا أجد أنه حالات العسر المالي وحالات الإفلاس سوف تزيد خلال الفترة القادمة لأنها غير قادرة على الوصول إلى التمويل، خاصة لما ارتفعت تكلفة التمويل بفعل ارتفاع سعر الفائدة. قلت أنه التضخم أيضا لعب دورا كبيرا، فألمانيا في السنة الماضية وصل التضخم فيها في شهر أكتوبر من سنة 2022 إلى 10.4% في المتوسط، في سنة 2022 وصل إلى 7.9%، وفي شهر أبريل هذا الماضي وصل إلى 7.4%، وبالتالي معدل التضخم ما زالت عالية جدا، وهي تؤثر على الشركات بشكل كبير جدا، فتصبح تكلفة إنتاج الشركات الألمانية عالية، وبالتالي تصبح تنافسيتها أقل، أيضا تؤثر على شريحة المستهلكين داخل ألمانيا والاتحاد الأوروبي. ونحن نعرف أنه النسبة الأكبر من صادرات ألمانيا توجه لمنطقة اليورو وللاتحاد الأوروبي عموما، وبالتالي فارتفاع معدل التضخم يجعل من المستهلكين في ظروف صعبة، وهذا يدفع بهم إلى تقليص الطلب على المنتجات الألمانية التي كانوا يطلبونها سابقا بكثرة. كل هذا ينعكس بطبيعة الحال هل على هل يمكن أن يؤدي الأمر دكتور عثمان إلى خروج شركات تصنيعية تحديدا من ألمانيا إلى وجهات أخرى؟ هل سيصل الأمر إلى تآكل القطاع الصناعي الألماني وهو قاطرة الصناعة في أوروبا؟ هذا مستبعد إلى حد كبير، فألمانيا كما يعرف الجميع هي يعني اقتصادها قوي جدا، هي رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الجي دي بي، للناتج المحلي الخام الألماني في السنة الماضية تعادى 4.07 تريليون دولار، وبالتالي اقتصادها قوي جدا لأنه اقتصاد صناعي بامتياز. تصور أنه ألمانيا هي الدولة الأكثر مساهمة، قطاعها الصناعي أكثر مساهمة في القيمة المضافة الإجمالية بين كل الدول المتقدمة بنسبة تتعدى 26%. أيضا ألمانيا لها هامش مناورة كبير جدا من حيث احتياطيات الصرف، من حيث قدرتها على توفير إعانات لهذه الشركات وإنقاذها في حال وصولها إلى الإفلاس. لكن نعرف جميعا أنه منطقة اليورو، ألمانيا استفادت كثيرا من منطقة اليورو خلال العقدين الماضيين، ولكن في نفس الوقت هنالك بعض العوامل التي تؤثر سلبا على قدرتها على التدخل لدعم هذه الشركات، فهذه الآليات تمر على وهذه إشكالية أخرى دكتور عثمان في الواقع. لكن اسمح لي، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وارتفاعات متوقعة في أسعار الطاقة العالمية، إذا ما يعني استهلكت الصين كميات أكبر من الطاقة سيؤثر بالتأكيد على القطاعات الصناعية الألمانية، أيضا استمرار نسب التضخم بهذه الوتيرة أيضا سيؤثر، لن يكون التأثير الكبير لكنه بالتأكيد سيؤثر، وبالتالي سيؤثر على باقي أوروبا. بالتأكيد ألمانيا تضررت فعلا بأزمة الطاقة العالمية، فارتفاع أسعار الطاقة يؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني الذي يستهلك كثيرا الطاقة في الصناعة. ومن جانب آخر فألمانيا كانت تعتمد على الطاقة الروسية وكانت طاقة رخيصة، ففي النفط مثلا كانت تعتمد ألمانيا على حوالي 34% من النفط التي تسورده على روسيا، بالنسبة للغاز 55%، بالنسبة للفحم حتى الفحم كان تسورده من روسيا بنسبة تتعدى 26%. وبالتالي فلما انقطعت العلاقات مع روسيا وأقحمت نفسها وتم إقحامها في هذه المعضلة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير في ألمانيا. أسعار الطاقة في المجمل في المتوسط ارتفعت بنسبة تتعدى 34% في ألمانيا خلال السنة الماضية. وإذا عرفنا أن البدائل قليلة جدا، يعني البدائل الغاز الروسي والنفط الروسي هي قليلة من ناحية التكلفة، وبالتالي فلما تريد روسيا أن تعوضه بالغاز المميع الأمريكي أو القطري فهذا يكلفها كثيرا، إضافة إلى أنها لا تحتوي أصلا على البنية التحتية اللازمة لتحويل هذا الغاز المميع إلى شكله الغازي مرة ثانية، وبالتالي هذا يتطلب استثمارات بمليارات اليوروهات، وهذا كله انعكس سلبا على تنافسية الشركات الألمانية. إضافة إلى ذلك أن ارتفاع التضخم في ألمانيا وحتى خارج ألمانيا رفع من فاتورة الواردات الألمانية. لو ننظر مثلا في سنة 2022 نجد أن ارتفاع الصادرات بنسبة 14%، فألمانيا طبعا
مركزها التصدير قوي جدا، فهي ثالث أكبر مصدر في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية. حققت أكثر من 1.5 تريليون دولار خلال السنة الماضية صادرات، ولكن بالنسبة للواردات كانت قد ارتفعت بنسبة 24%، يعني أكثر ب10% من ارتفاع الصادرات. لذلك رأينا أن رصيد ميزان التجاري كان هو فائض بطبيعة الحال، ولكن قد انخفض بالنصف بين سنتي 2021 و2022. هذا يدل على أن التضخم يؤثر على الصناعة الألمانية، خاصة أن الصناعة الألمانية هي بحاجة إلى مدخلات كثيرة تأتي من الخارج، خاصة صناعة السيارات وصناعة الحواسيب والآلات والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على الرقاقات وعلى الكثير من المدخلات التي تأتي من خارج ألمانيا. دكتور عثمان، يعني كل هذه العوامل أدت بشكل طبيعي لأن تعتمد ألمانيا موازنة عام 2024، والتي قد توصف بأنها موازنة تقشفية، لأنها بعد أعوام من فرط الإنفاق ربما هناك استقطاعات كثيرة في بنود كثيرة في الموازنة الألمانية المقبلة للعام المقبل، فهذه إذن نتيجة طبيعية. لكن كيف يمكن أن تؤثر هذه الانخفاضات على ديناميكية القطاعات الاقتصادية الألمانية؟ بالتأكيد، فألمانيا كما يعرف الجميع، وهي في ذلك مثل الكثير من الدول الأوروبية مثل فرنسا ودول أخرى، هي تعمد دوما إلى دعم صناعتها المحلية، فهي تقدم تحفيزات جبائية وتقدم حتى دعما مباشرا. وكنا قد رأينا في حال صناعة الرقاقات مثلا بالنسبة لشركة إنتل التي كانت تريد أن تنشئ مصنعا في ألمانيا، الحكومة الألمانية وعدت إنتل بأكثر من 6.8 مليار يورو كمساعدة، وبالتالي فهي تقدم دعما للشركات التي تعمل فيها، خاصة الشركات الكبرى. وهذا بالتأكيد لما يتم تخفيضه أو تقليصه في ميزانية العام القادم، هذا سينعكس سلبا على أداء تلك الشركات. والمشكلة الأصعب أن هامش المناورة لدى ألمانيا أقل منه في مناطق أخرى في العالم. رأينا أن التضخم ارتفع أكثر في البداية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف السنة الماضية كان الكونغرس قد أقر قانون تقليص التضخم، وهو قانون كانت قد كرست له الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 400 مليار دولار أمريكي لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة الطاقة ودعمها في مجال استخدام الطاقات المتجددة. ألمانيا ليست لديها هذه القدرة الموجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبالتالي سنشهد وضعا صعبا خلال الفترة القادمة، ولكن الوضع كله يعتمد على التسوية المحتملة بين روسيا وأوكرانيا وانتهاء الحرب وعودة الاقتصاد العالمي للنمو من جديد وتجاوز الاضطرابات التي تميزه اليوم. ضيفنا من الجزائر الدكتور عثمان عثمانية، أستاذ الاقتصاد في جامعة تيبسا، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا. والمراقبة إذن مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية، ولكن بعد فاصل قصير فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. يعمل العراق على ضخ استثمارات كبيرة في مجال الغاز، وحيث وقعت بغداد عقدا مع شركة توتال لاستغلال الغاز في 5 حقول نفطية بقيمة تصل إلى 27 مليار دولار ولمدة 25 عاما. في الوقت نفسه يعتزم العراق طرحة رخيصة جديدة ل 13 حقلا نفطيا وغازيا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من بغداد المستشار عادل الدلفي الخبير الاقتصادي. سيادة المستشار، هذه الجهود تأتي في إطار رفع كفاءة إنتاج النفط العراقي إلى 6 ملايين برميل يوميا، إذا صار هذا الهدف أقرب من التوقعات. نعم، شكرا للاستضافة لقناتكم الكريمة قناة القاهرة. وأود أن أوضح بأن العراق يستورد سنويا 6 مليارات دولار غاز لتشغيل المحطات الكهربائية والاستهلاك المحلي، يستوردها من إيران. ولذلك على العراق أن يبحث عن استخراج الغاز المحلي من حقول العراق الوطنية.
تم الاتفاق مع شركة توتال على إنتاج 300 مليون قدم مكعب من الغاز استخراجه خلال 3 سنوات القادمة والأربع سنوات، و250 ألف برميل نفط يوميا راح يكون زيادة في الإنتاج. فالعراق يبحث عن عدم استيراد الغاز أولا، والإمكانية تصديره ثانيا، خصوصا لأوروبا في ظل الحرب الأوكرانية الروسية. نعم، والعراق يستهدف في ذلك أن يصل بالاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 سنوات إن شاء الله، فإذا هذا أيضا هدف قريب إن شاء الله. نعم، قريب جدا في حال أنه تنفذ من قبل شركة توتال. والحقيقة راح يستثمر الحقول الغازية في الأنبار، وراح يستثمر الحقول الغازية في الموصل وفي المناطق الغربية في الرطبة وحديثة والوليد. هذه المناطق هي أصلا تابعة للمناطق الغربية، غنية بالغاز، اسمة بحق الغاز عكاز، وتنتج مليارات، يعني بالإمكان الاستفادة منها بدل الاستيراد. هاي وحدة. واثنين، احنا نريد نحد من عملية احتراق الغاز المصاحب الذي لوثت البيئة من جهة، وهدر بحدود 10 إلى 12 مليار دولار سنويا من خلال عملية الحرق وعدم الاستفادة منها. وهذه خطة ستستمر حتى عام 2030 سيادة المستشار. نعم، وبالتالي الجهود تسير نحو تحقيق هذا الهدف. إن شاء الله، إن شاء الله. العراق يعمل جاهدا على تطوير حقوله النفطية والغازية والكف عن الاستيراد وإخراج العملة الصعبة وعدم هدر الغاز المحترق، وبنفس الوقت تشغيل الأيادي العاملة العراقية في هذه الحقول الكبيرة. أكثر من 13 عقد راح يصير عندنا خلال المرحلة المقبلة للسنوات المقبلة، فمنا لعام 2030 أعتقد راح نكتفي تماما جدا بعد ما نستورد غاز، إحنا نصدر غاز إن شاء الله. سيادة المستشار، الاستكشافات الجديدة سواء في المرحلة الماضية في 10 مناطق استكشاف واستخراج، والمرحلة الجديدة في 13 منطقة استكشاف واستخراج كلها في المنطقة الغربية العراقية، هذه المنطقة إلى أي مدى هي واعدة بالاستخراجات والاستكشافات سواء لشركات البترول المستخرجة الآن أو لغيرها من الشركات؟ كل الشركات تحب تعمل في مناطق العراق حاليا لوجود بيئة آمنة من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه تم الاستكشاف سابقا عن تلك الحقول. يعني هاي الحقول مو جديدة أنه إحنا طارحينها للاستكشاف والشركات تقدم عطاءاتها، لا، احنا من زمان تم استكشاف قسم منها في المناطق التي هي وافره جدا بكميات هائله من الغاز. واعتقد كان السبب الرئيسي لتاخير استثمار الغاز في المناطق الغربيه هي المشاكل الامنيه اللي تمثلت في داعش والقاعده، والان بعد ان استتب الامن والوضع الامني فوق الجيد بالعراق في المناطق الغربيه سيتم اكتشاف أكثر من 5 إلى 6 حقول فقط في المنطقة الغربية، عدا الموصل، عدا صلاح الدين، عدا الكوت، ميسان. هذه المناطق أيضا بها حقول غاز المتاخمة للحدود الإيرانية، وهذه اللي نتحدث عنها هي متاخمة للحدود السورية والأردنية. نعم، الواقع سيادة المستشار عادل الدلفي أن يعني احتياطات العراق من النفط والغاز كبيرة جدا ما شاء الله، يعني حوالي 145 مليار متر مكعب من النفط وحوالي 133 تريليون قدم مكعب من الغاز. هذه الاحتياطات الكبيرة كيف تعتقد أن على العراق أن يديرها بشكل جيد في السنوات المقبلة؟ ما الخطة التي تراها الآن لاستغلال كل هذه الاحتياطيات استخراجا واستكشافا؟ العراق يعتبر ثاني دولة في أوبك من الدول المصدرة للنفط، يعني إحنا عندنا احتياطي كبير جدا. أنا أنصح الحكومة باستغلال هذه الحقول وتسخيرها لبناء العراق ولبناء اقتصاد قوي للعراق. أجيالنا القادمة يجب أن تجد مساحة كبيرة للعيش وعدم العوز. إحنا حاليا نعاني من طاقة كهربائية
نعاني من البطالة، نعاني من الجوع، نعاني من العطش، عدم وجود زراعة، المهام مقطوع. لذلك على الحكومة أنه تستثمر هذا الكم الهائل من الاحتياط النفطي والغاز والثروات الطبيعية الأخرى أيضا، حتى في عكاشات أيضا اللي هي منبع الفوسفات تم اكتشاف حق الغاز في عكاشات. على الحكومة أن تستغل هذه الموارد الهائلة وتوظيفها لخدمة أولا القطاع النفطي، تطويره وبناء مصافي وعدم الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية من خارج العراق، وبنفس الوقت إعمار البلد وإنشاء صناديق سيادية للتحكم بتلك الزيادة الوفيرة من النقد والدخل الوطني العراقي. سيادة المستشار، الغاز العراقي المستخرج يأتي مصاحبا لاستخراج النفط، وهذه خصوصية عراقية. ربما الاستكشافات الجديدة ستضيف غازا بنحو 1500 مليون متر مكعب أو قدم مكعب يوميا، فبالتالي يحتاج الأمر إلى تكنولوجيات مختلفة، إلى التعامل أو تعامل شركات الاستخراج بطريقة مختلفة لاستخراج هذا الغاز وعدم احتراقه في كما يأتي في الخطة العراقية. نعم، هو احنا عندنا طريقين للغاز الحقيقة، انه الشركات المختصة اللي شركة توتال من ضمنها اتفقنا على استخراج الغاز الغير مصاحب، ومعها اكو خطوط لمعالجة الغاز المصاحب بحيث ما يحرق ويروح هدر ويخسر لنا مليارات الدولارات سنويا. فلذلك الشركة راح تشتغل في اتجاهين، اتجاه استغلال الغاز المصاحب للاستخراج النفطي وتحويله إلى طاقة كهربائية من خلال نصب محطات كهربائية تعمل على هذا الغاز ومعالجته. والخطة الثانية هي استخراج الغاز وبناء مصانع ذات تكنولوجيا حديثة متطورة جدا تعمل على استخراج الغاز العراقي. وأعتقد أكو إمكانية لمد الأنبوب من العراق إلى أوروبا عن طريق تركيا. وصار حديث هذا قبل أيام، خصوصا في زيارة أمير قطر الشيخ تميم لبغداد. نعم. سيادة المستشار، أيضا الواضح أن العراق يعتمد على تنويع تعامله مع شركات استخراج البترول والغاز، يعني نتحدث عن شركة إيطالية كإيني، إكسون موبيل الأمريكية، توتال الفرنسية، لوك أويل الروسية. هذا التنوع جيد أيضا تعتقد بالنسبة لقطاع النفط العراقي؟ بالتأكيد جيد. احنا اعتمدنا بالبداية كان العمل مع الشركات الصينية والشركات الروسية، أما الآن فعندنا شركات أمريكية، شركات فرنسية تعمل، وهذا التنوع يخدم العراق. الحقيقة أنه في حال دائما احنا المناخ السياسي يأثر على عمل النفط والقطاع النفط، ولذلك بعض الشركات قد تنسحب، قد يكون اكو فد اشكال معين سياسي اثر على العلاقات. لذلك هذا التنوع راح يوقف هاي الحاله عندنا وراح يستمر. العراق يطمح الى انتاج 10 ملايين برميل خلال الاعوام المقبله، فاحنا ما ممكن ان نبقي القطاع النفطي يعتمد على جهه قطاعيه واحده. العشرة ملايين برميل سيادة المستشار تحتاج إلى بنيات أساسية للتخزين، للنقل، للتصدير. نعم. لتطوير موانئ التصدير كما في ميناء جيهان التركي مثلا. هل تعتقد أن المسارات تسير بشكل متوازي؟ السيد رئيس الوزراء عازم خلال هذه المرحلة على تطوير القطاع النفطي، القطاع النفطي بحاجة إلى تطوير كبير جدا يتناسب مع حجم الصادرات التي نطمح إلى الوصول إليها أو الأرقام التي نطمح الوصول إليها. فلذلك علينا تطوير القطاع النفطي وفتح خطوط، وحتى هناك أنباء تتحدث عن تطوير وإعادة تأهيل خط بانياس كركوك الذي يعمل عن طريق سوريا. نعم. في ميناء بانياس. هذا الميناء كان الخط الأنبوب كان يعمل لغاية سنة 2010، بعدين صارت عليه مشاكل في عهد الأحداث اللي السورية وانضرب من قبل قوات الأمريكية.
نعم. الآن يعاد تأهيله وإعادة تشغيله إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من بغداد المستشار عادل الدلفي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لوجودك معنا بهذا اللقاء. إذن مشاهدين الكرام ننهي هذه الحلقة في برنامج المراقب من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. دائما وأبدا كونوا على الموعد، ودائما وأبدا هنا القاهرة، وهذه تحياتي أحمد بشتو. إلى اللقاء.